بتعيط ليه البنوته دي؟ وريني. جيبي 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 جيبي
نقطة في بحر ولا هفرق مع حد في حاجة. كل الناس بتحب رمضان عشان اللمة، وأنا بستناه يعدي بسرعة عشان بحسش إن لوحدي. مفيش أصعب من إن الواحد يمشي مشوار ما بدأهوش ولا حتى عارف آخرته إيه. أنا جاي لك أهو، جاي لك. يا ريت تاخدني في حضنك بقى، يا ريت تخليني أشوفك، بقالي سنين طويلة أوي بدور عليك. قالوا لي إنك هنا، وأنا هو قدامك أهو، أنا أهو. خليني أخلص بقى، خليني أخلص، خلصني بقى. مش قادر، مش قادر، مش قادر. بقيت تايه في النص، مخنوق، مش قادر اتنفس، بقيت مش عارف اموت ولا عارف اعيش. اعمل ايه بس؟ أعمل إيه بس يا رب؟ أعمل إيه؟ بقالي 10 سنين بمشي في نفس الطريق، خايفة أوصل للمكان الغلط، أو أوصل متأخر، أو ما أوصلش أصلاً. التفاصيل بتتعايد زي ما هي، والنتيجة واحدة، بس لسه عندي أمل تتغير. ايوه ايه اللي فكرك بيا؟ سنين وانا مرتاح منك بعد ما لهفت الفلوس. عايزه ايه؟ عايزه جزء من ورثي بتاع ابويا اللي لهفته انت ومراتك. اتكلمي كويس، انا ما لهفتش حاجه. بيت ابوك اتباع وخدت حقك كله من تعبي وشقايا وسهر الليالي والسوق اللي ما بيرحمش. 30 سنة لما ايديا اتهرت، محرم على نفسي لقمة العيش عشان اكبر وازيد. عايز ايه من وكالتي؟ ليك فيها ايه؟ ليا فيها كل قرش، المسمار اللي في الباب. انت ناسي ان ده شغل ابويا؟ انا غلطان، انا غلطان اني سبتك في الشارع وما رميتكيش في الترعة ودفعنتك فيها عشان طول لسانك ده وتحصل ابوكي. عايزه فلوسك؟ روح لابوك الطرب، روح اتحاسبي معاه هناك، ولا روح لامك المجنونه. امي اتجننت لما شافت جوزها مات قدام عينيها، واولادها كانوا بيتاخدوا منها غصب عنها. امك اتجننت عشان رهنت غلط، كانت فاكره نفسها بنت بارم ديلو. هي اللي خلت اخويا يسحب كل الفلوس ويشتغل لحسابه، هي اللي خلتني اكره اخويا، كانت على طول تودود له. هي بنت ناس واحنا ولاد جزمه تجار. جنان امك هو اللي رحمها مني. ياه، كل ده خل وكره جواك بعد كل السنين دي كلها. انا عايزه فلوس دلوقتي عشان امي. انا بقالي 30 سنه بدفع لامك في المستشفى، مالكيش عندي حاجه. انت بقالك 10 سنين بتتنططي لي وخدتي كل فلوسك، عايزه مني ايه تاني؟ انا ما عنديش مكنه هنا بتطبع الفلوس. اعمل ايه؟ ما انا لازم انا لامي مستشفى تاني. وانا مالي ومال امك؟ اخويا مات خلاص. ده بدل ما تشيل معايا. اشيل؟ الناس جنان انا. طب ثلاثة بالله العظيم، لو ما اديتني فلوس دلوقتي لا صوت وازرخ والم عليك وما لا اله الا الله. خلاص خلاص، حرق جاهز هنا اقف لحد ما اجيلك. انا ما بالش قرش حرام، حد الله بيني وبين اي قرش حرام. ساتر.
10,000 جنيه. شوفش وشك تاني، امسكي. 10 بس؟ طب بسبسي. استني، رايحة فين؟ ماشية. ماشية ليه؟ مش هتمضي على اللي خدتيه؟ امضي بعدين، أنا لسه ليا تاني. لا تاني ولا تالت، أنت قفشت لحد دلوقتي 140,000. وأنت نصيبك في الميراث ما يسواش يعني، امضي. حسبي الله ونعم الوكيل. أنت عارف إن ورثي أكتر من كده بكتير. أنا لسه هنتناقش، خلص خلاص، امضي. أنت عم أنت. اتفضلي، ما تبقيش تمشي في جنازتي. الله غوري. ودين النبي يا سلينا اللي فرجها، انا تتاخر عليا كل ده؟ لساني ده مش هيجي على لسانك كتك داهيه. ايه الجو الاوفر ده؟ انت خلاص الصيام لحس مخك ولا ايه؟ عادي الطريق كان واقف وجبت حاجات لامي. طب شد يا اخويا وحياه امك، الدكتور هتزعل مني لو اتاخرت. كل مره بتقولي البق ده وبترجعي من عندها وهي زعلانه. فخلاص بقى، زعل بزعل، نقعد في اي حته واعزمك على حاجه ساعه وما تروحيش. يخرب بيتك يلا. انت الكيميا اللي بتبيعها للناس لحس مخك ولا ايه؟ احنا نهار رمضان. طب كل سنه وانت طيبه. اكيد امي النهارده عزماكي على الفطار. لا مش هينفع، انا هفطر مع الدكتور. انت عارفه هي طبخه ايه النهارده اصلا؟ هي امك بتطبخ غير ملوخيه كانت كنيله. لا 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 لا، ملوخيه النهارده غير ملوخيه اي يوم تاني. لا معلش، ده رمضان وكده ويحب اللمه، افطروا انتوا اسره مع بعضيكم. طيب ولا كاني سمعت اي حاجه من الهبل ده، ومستنيك النهارده على الفطار. اكيد جرايه ده انت رخم ولا ايه؟ ما قلت لك مش هفطر معاك. لا حتيجي. ازي حضرتك ايه يا حبيب؟ عامل ايه يا عادل؟ امسك. الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ اخبار الشغل ايه؟ كله تمام يا باشا. الشحنة الجديدة وصلت؟ وصلت وراحت كلها لأدهم. نعم؟ إيه اللي وداها عند أدهم الزفت ده؟ المعلم مجدي قال كده. أبويا اللي قال كده؟ المعلم مجدي بقى الحديد لأدهم عشان محتاج يكمل طلبية. طبعا، ما احنا أصلنا فاتحين الوكالة دي عشان نكمل طلبيات المعلم أدهم. ماشي ماشي. أبويا فين دلوقتي؟ لسه ما جاش في البيت. طبعا، هيجي إزاي؟ هيجي إزاي؟ هيجي إزاي؟ الموسيقار محمد الأصابجي في رأيي هو المجدد الحقيقي للموسيقى العربية بعد سيد درويش. اوف يلا اوف. لا 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 اوف يلا اهو. طب سلام في داهية. رايحة فين؟ داخلة. ما كل الناس داخلة، اشمعنى أنا اللي بتوقفني؟ دول تبع الكلية. وأنا تبع الدكتورة نعمة. واسمك إيه؟ كيتي. عشتي الأسامي يا كيتي. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنت بتعاكسني؟ لا مش أنا يا حبيبي. أقف معوك واتكلم عادل. بقول لك إيه، ما تغلطيش. مين اللي ما تغلطش؟ أنت ما تعرفش أنا لو غلطت أعمل فيك إيه؟ والله كيتي. أو النبي يا أخويا. كيتي. اسكت. كيتي. في إيه؟ ما فيش حاجة، كل شوية يعمل نفسه ما يعرفنيش. انت بس اللي شقيه بالزياده. اتفضلي قدامي. اتفضلي. إيه
رايحة فين؟ داخلة زور أمي جوه. المستشفى خلاص اتباع. اتباعت؟ يعني ايه اتباعت؟ طب والعيانين؟ مفيش حد جوه. حر اسود. طب طب خليني ادخل بس ابص على حاجة واطلع على طول. ممنوع. انا مش هتأخر، خمس دقايق بالظبط وهخرج على طول. اتفضلي. ماما يلا يلا عشان خاطر عشان خاطر يلا واحدة بس واحدة بس طب واحدة بس يلا واحدة بس يلا يلا انتي الوحيدة اللي ما صدقتش اجيلك وما لقيكيش. مهما اتغيرت ولا اتفرعنت عليكي ببقى عارفة اني هرجع لحضنك حتى لو مش عارفاني، حتى يا امي لو عيانة عارفة ان قلبك معي. ازيك؟ الحمد لله. قولي لي بقى اسمك ايه؟ اسمي سارة. سارة عملتي عمليات قبل كده؟ لا ما عملتش يا دكتور. طب واخر مرة اكلتي امتى؟ من 8 ساعات. طب و تعرفي تعدي لغاية 10؟ اه. طب يلا. 1 2 3 صباح الخير يا فندم. صباح الخير. انا جاي ابلغ عن واحده تايهه. طيب اقعدي اتفضلي اهدي واحكي لي ايه اللي حصل. اللي حصل انه انا جاي ابلغ عن واحده تايهه. تايهه ازاي؟
هي كانت نزيلة في مستشفى الأمراض النفسية، وفجأة إدارة المستشفى قررت إنها تبيع المستشفى من غير ما تبلغ حد، فروحت ما لقيتش حد خالص. هي تهرب لك إيه؟ أمي، اسمها أماني سيد عبد النعيم. طيب معكيش أي صورة ليها؟ للأسف لا. طب حاولي توصفها لي. هي طويلة، أطول مني بشوية، وأملى مني سنة، وشعرها أسود بس في أبيض كتير، وعلى طول مسيباه. للأسف كل المواصفات اللي بتقولي عليها مش هتوصلنا لأي شيء. على العموم سيب لنا بياناتك وكل تليفوناتك، وإحنا هنتصل عليكي لو وصلنا لأي حاجة. مالك؟ ولا حاجة. مش مبسوطة؟ لا مبسوطة. تفطري معايا؟ لا بلاش، أم سارينا عزماني على الفطور. سارينة إيه بس؟ مش هتسمعي الكلام بقى وتبطلي شغل العشوائيات ده؟ ما تخافيش يا دكتورة، أنا كويسة ومبسوطة. لو عوزتيني في حفلة دار الأيتام هتلاقيني، حفلة أطفال الشوارع هتلاقيني برضك، حفلة المساجين هجيلك. طب ليه كده بس؟ وأنا من إمتى عاملتك بالشكل ده؟ أصل لا مؤاخذة يعني في دي الكلمة، حضرتك ما بتسأليش عليا غير لما يقرب معاد حفلة دار الأيتام. خلاص يا كيتي، انسي حفلة الدار، بس تسمعي الكلام وتنسي قبل منال دي خالص. يا نصيبتي لا طبعا ما اقدرش، دي امي اللي ربتني. يا حبيبتي افهمي، منال دي هي اللي بتجرك ناحيه العشوائيات هناك، افهمي بقى. هنفطر سوا. ايه ده يا دكتور؟ اقف اقف، هتدهسي قطه. كيتي كيتي، دكتور أنس فين؟ هو في العمليات دلوقتي. طب ما تعرفيش هيخلص امتى؟ ما اعرفش والله، بس حضرتك تقدري تستنيه هنا. خير يا حلا، في ايه؟ ملحقتهاش يا أنس، ملحقتهاش. ايه دي بس؟ قولي لي ازاي ما لقيتهاش؟ رحت عشان استلمها من المستشفى، ما لقيتهاش، ما لقيتش حد خالص من العيانين، مشوهم كلهم. طب معلش، ان شاء الله هتلاقيها. يعني هتروح فين بس؟ هلاقيها ازاي؟ هلاقيها ازاي بس؟ انت مش متخيل ايه ممكن تعمل في نفسها. ايه؟ انا حتى لما رحت للضابط عشان ابلغ انها تايهه ما كانش معايا صورتها. انا ضيعت امي انس، انا ضيعت امي. معلش ضيعت امي. يلا قومي روحي دلوقتي عشان حبيبه لوحدها في البيت، وبعدين انا هاجي ونتكلم ونشوف احنا ممكن نعمل ايه. لا استنى بس يا حلا. خلاص بقى. السلام عليكم. ما قلت لك يومين ثلاثة والشحنة الجديدة توصل، هورد لك على طول. ماشي يا معلمة، صباحك زي الفل، ألف سلامة، مع السلامة. ازيك يا سارينا؟ ازيك يا باشا؟ جبت الحاجة؟ حصل. اتفضل يا باشا. تمام. مش خساره فيك، امسك يا سليم. بس دول كتير قوي يا باشا، يعني انت هتنقطنا بالليل كمان يعني. يلا كل كيف ولو تمنه، وده تمن كيف دلوقتي. والله يا باشا انا مش عارف اعمل ايه في الجمال اللي انت بتعملها معايا دي، بس انا عايز اسالك سؤال يا باشا. اسال يا سليم. هو حضرتك هتودي الترمادول ده فين؟ نعم يا اخويا. ما تاخذنيش يعني، انا شايف حضرتك بتاخد ترمادول بزياده. طب هات كده الفلوس دي، خد الشرايط بتاعتك، مش عاوز منك حاجه. هبقى اروح اجيب من حد يستاهل النعمه اللي انت لسه رافصها دلوقتي، عشان تبقى ترغي كتير في اللي مالكش فيه. باشا حقك عليا، انا يعني حسيت ان انت قريب مني وان انا راجلك، فقلت اقول لك اللي فيه المصلحه. لو مش عاوز تقطع عيشك معايا يبقى تديني الشرايط وانت ساكت، ما تحشرش مناخيرك في اللي مالكش فيه. ويلا غور بقى، عشان كلمة كمان وهفطر عليك. يعني انت يا باشا مش هتيجي الحفلة بتاعت بالليل؟ هي كيتي جاية؟ طبعا جاية، دي مزة الفرقة. خلاص
يبقى هاجي. طب بالاذن انا بقى. استنى يا. ايه؟ انت ما صدقت؟ هات الشرايط. ماشي. امسك. يلا هو. حبيبي يا باشا. مش قادرة أنسى أخواتي ولا أمي اللي ضهرت، مش قادرة أبطل أكره عمي، مش قادرة. من يوم ما شفت اللي شفته وأنا بكره كل حاجة، مش عارفة أحب حاجة. حتى أنس هو اللي حبني وهو اللي تعب لحد ما اتجوزني حداني زيي، بس هو راضي وأنا لأ. أمي ضاعت، كده برضو يا حبيبة؟ أنا أسفة. طب تعالي بقى بعيد عن الإزاز. أنت جبتي الصورة دي منين؟ بابا كان بيفرجني عليها وهيزعل أوي لو لقاها مكسورة. لا يا حبيبتي ما تقلقيش. لازم يقولوا عليا باكل الاكل بتوع الطلبه بتوعي. اتفضل كل. طب انا هخلع انا واحد ده. ماشي يا معلم. قفل انت. حاضر. كل سنه وانتم طيبين يا رجاله. يلا يا معلم. انا مش هاجي اكل عندكم تاني قطيع. ليه يا بنتي، هو في حد زعلك؟ يا اخويا امك اكلها حلو وبتخن. طب ما تتخني يا اختي، هو يعني الرفع كان نفعك بايه؟ جرايه ام سارينا، ده انا الحاجه الوحيده يا اختي الحلوه اللي فيا اني لما ببص في المرايه بنبسط كده بنفسي. عايزه تبوظيها لي؟ طب يلا يا اختي عشان عندنا حفله. لا انا عندي مشوار الاول. مستعجل على ايه؟ ما لسه بدري يا سارينا. ما بلاش المشوار ده يا كيتي، انت كل ما بتروحي عند ابله منال بترجعي من عندها معيطه. أمي برضك ما اقدرش امنع نفسي عنها. الله، يلا سلام يا نجمة. مع السلامة يا حبيبتي. طب هستناكي ما تتأخريش. أبويا فين؟ نايم. نايم؟ أم العوافي. أنت هتفضل مكشف كده على طول؟ ده أنا أمك. أمال لو كنت مرات أبوك كنت عملت فيا إيه؟ عادي، ما فرقتش كتير.
انا لو اعرف ان انت اللي على الباب ما كنتش فتحت اصلا. وانا لو منك ما افتحش اساسا. ايه الدكان اتحرق ولا ايه؟ لا ما اتحرقش. بعت الحديد لادهم ليه؟ كسبان فيه حمد ونعمه. وانت لو مكاني هتعمل كده؟ انا لو مكانك ما احطش ايدي في بق جعان زي بق ادهم ده. انا لو مكانك امشي دلوقتي لاني مش طايقك. امشي اروح فين؟ هو في حد برضه بيمشي من ملكه؟ لما انت ناصح قوي كده، امال عملت بلبع في الترامادول ليل ونهار ليه؟ مش يمكن عشان اقدر اتحمل العيشه معاكم؟ يا عيني اللي اسمها كده يقول محروم وبيتعذب ومش عايش في النعمه اللي انت عايش فيها دي. ومين قال لك؟ ما انا فعلا محروم. محروم من ايه ان شاء الله؟ من كل حاجه. مين؟ افتحي يا اميره نكيت. نعم ماما مش هنا. طب ما تفتحي الباب، هتفضلي سايباني كده واقفه اكلمك من بره؟ اه وقلتها لك قبل كده وبعتها لك مع ماما، ما ينفعش تقعدي معايا في البيت. يا بنتي انا كنت عملت لك ايه بس؟ ما عملتيش حاجه يا ستي. بصي انا ما عنديش غير امي وابويا هم اللي في شهاده الميلاد، وماليش اخوات، ومش ناقصه بقى حد يجي من ملجأ يقعد معايا في البيت. فهمتي ولا اقولها ازاي عشان تفهمي؟ طب وحياه العيش والملح لا تفتحي، ما تخلينيش واقفه بره كده. كيتي امشي احسن لك بدل ما اقول لك كلام يضايقك اكتر من كده. انا اصلا مش عايزه ادخل، انا جاي عشان اخد شنطه هدومي. طيب يا حبيبتي وانا مجهزها لك. عادي، هو انا كنت كملت يوم على بعضه في مكان واحد قبل كده، بابه اتقفل زي كل البابين. ايه في ايه؟ مفيش يا ماما. كيتي كانت هنا؟ اه ومشيتها. تاني يا اميره؟ مفيش فايده فيكي؟ يا شيخ حرام عليك، دي يتيمه ملهاش حد. اوعي. والله ماما انت اللي غلبانه ولا فاهمه حاجه. كيتي يا كيتي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا يا مين ولا مين بس، لا يا مين ولا مين بس. ما قلنا بلاش نروح هناك، بترجعي بوزك شبرين يا كيتي. ودين النبي لو ما نقطتني بسكتك ما راح معاك حفلات يا سريم. معلش يا بنتي، معلش يا حبيبتي، ربنا يهديها. طب يلا قومي غيري عشان ما نتأخرش. يلا يلا. بتقفل السكه في وشي. طيب يا مجدي الكلب. ما تهدي اعصابك يا مجدي، في ايه؟ في الاخر مفيش حاجه هتتعمل غصب عنك. لو شافت حلمت ودنها مش هتاخد مني ولا مليم اكتر من اللي خدته. يا فكرت هي. طب قولي بس هتعمل ايه في اماني اللي تايهه دي؟ هعمل لها ايه يعني؟ تاهت. خليها تايهه ولما نلاقيها ندخلها مصحة تانية. الله انصاف بان اللي عملناه السنين اللي فاتت هيطربع على دماغتنا انا وانتي. لا مفيش حاجه هتطربع على دماغتنا تاني خلاص. وبعدين احنا ما كناش نقدر نكمل حياتنا من غير فلوس منير. ما كانش قدامنا غير ثلاث حلول، يا نموت في السجن من الديون اللي علينا، يا نموت من قهرة الفقر، يا يموت منير وفلوسه تخش جبنه. زمان ما كانش في اختيار. ما تيجي نتصور كده، صوركوا صوره حلوه.